السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديده اللي غادي نقدم لكم فيه الكتف ديال الغنمي مشوي في الفرن على طيبه ديال الكمون والثومه. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. هنا عندي كتف صغير فيه كيلو ونص، التوابل عندي شويه الملحه، شويه البزار، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره عامره ديال الكمون، وخمسه دروس ديال الثومه. التحميره كنديروها فقط غير على قبل اللون باش غير يتحمر لينا. هنا عندي نص معلقه صغيره ديال السمن، جوج معالق كبار ديال الزبده، ومن الاحسن تكون حيوانيه ما تكونش نباتيه. هنا ربع كاس ديال الزيت العاديه وشويه ديال الزعفران الحر. اول حاجه كنديروها كناخذوا الكتف وكنتكوه بالموس هكا، كنفلحوه شويه فين غندخلوا الثومه، وفي نفس الوقت كيكون عندنا دوك التقيبات كيدخلوا اللقامه مزيان كيشرب اللحم لقامه. بهذه الطريقه يعني كنتكوه كله من الفوق ومن التحت ومن الجوانب كله تقريبا بهذه الطريقه، كنقلبوه عاوتاني ونتكوه هكا، تنتكوه كله. من بعد كناخذوا ديك الثومه اللي نقيناها، كناخذوا ربعه كندخلوها في اللحم ووحده غادي نحكها غنخلطها مع التوابل. هاد الربعة غادي نخشيهم في دوك الفلحات اللي درت في اللحم بهاد الطريقة هكا، كنخشيهم مزيان حتى ما يبقاوش يبانو. كنديروهم على قبل النكهة كينكهو اللحم مزيان، وملي كيطيبو ما كيجوش باينين يعني كيجو كيدوبو مع الطياب. وكناخدو واحد الجبانية كنحكو فيها ديك التومة وغنخلطو فيها المقادير اللي عندنا، كنزيدو عليها داك الزعفران الحر اللي رقدناه في الماء سخون بحال هكا، وكنزيدو التوابل اللي عندنا الملحه شويه ديال البزار التحميره والكمون، كنزيدو على داك الخليط اللي عندنا ديال الثومه والزعفران الحر، كنخلطوه مزيان باش كنديروه فوق اللحم باش نخليوه يشرب. هنا خديت الطبسيل اللي كيدخل الفرن، غادي ندير فيه الكتف وغادي نكب عليه داك القامه اللي درت كلها داك الخليط، كنكبو عليه بهذه الطريقه هكا، وكنبدا نحك في اللحم مزيان باش كتدخل القامه مزيان لدوك الفتيحات اللي درنا هكا بهذه الطريقه، ندوز عليه كله. ومن الاحسن هذه العمليه نديروها في الليل ونخليوه يبات حتى الصباح، نلفوه شي فيلم اليمونتير ونخليوه حتى الصباح عاد نردوه يطيب. بهذه الطريقه كنبقاو كنحكو فيه مزيان حتى كتدخل، كنحسو بالقامه دخلات ليه مزيان هكا صافي. ممكن نزيدو ديك المعلقه صغيره ديال السمن اللي عندنا والزبده هكا، وكنحاولوا ديك السمن كله كندهنوه، الكتف كله كندهنوه بداك السمن هكا، وكنحاولوا كندخلوه دوك التقيبات مزيان يدخل ليهم السمن هكا كامل، كنلبسو به هكا صافي. الزبده بهذه الطريقه كنحاولوا ندخلوها لدوك التقيبات مزيان بهذه الطريقه، كناخذوا طريفات ديال الزبده وكنحاولوا ندخلوهم لدوك التقيبات اللي عندنا باش كيجينا اللحم هشيش، لان الدور ديال الزبده هو ان كتهشش لينا اللحم، الا درنا غير الزيت وحده اولا ما درنا حتى شي ماده دهنيه كيجي اللحم قاصح، الزبده كتخليه يجي رطب يعني في الماكله ما كنلقاوش فيه مشكل بهذه الطريقه حتى كنكملوا كلشي اللي عندنا. هنا غادي نزيد نص كاس ديال الزيت اللي عندي فوق اللحم بهذه الطريقه هكا، والدور ديال الزيت انه ما كيخليش الزبده كتحرق. ومن بعد كنزيد واحد الكاس صغير ديال الماء صافي، وكنغطيه وندخلو الفران. هنا خديت ورق المطبخ غادي نغطي به الاناء ديال الفرن بهذه الطريقه هكا، نغلفو مزيان، ومن بعد ندير فوق منه بابي الومنيوم هكا، كندير الطبقه الاولى من بعد الثانيه من بعد الثالثه، يعني حتى كيتغلف ليا مزيان حتى كنشوف بان البخار ما يمكنش ليه يخرج من الجوانب هكا، كنغلفو مزيان بهذه الطريقه. هنا كنجمع الجوانب مزيان كلهم، كندور على الاناء كامل كنجمع الجوانب بحال هكا نلمط صافي، وكنكون سخنت الفرن على درجه حراره 200
وملي كندخلو كيكون سخون كندخلو كنشعل المروحة وكنخليه يطيب. تقريبا غادي يستغرق لي شي ساعة ونص او لساعتين تقريبا هكاك. الا كان الكتف كبير كياخد حتى لثلاثة السوايع. هنا بعد ما دازت واحد ساعة تقريبا حليت عليه، خرجته من الفرن باش نقلب الماء اللي فيه. غادي نسقيه بداك المرق اللي فيه هكا اللي نزل منه. في المرحلة الأولى عندنا ساعة عاد كنحلو عليه نخرجوه من الفران ونبقاو كنسقيوه بهذه الطريقة. ومن بعد المرحلة الثانية عندنا نص ساعة، كل نص ساعة تحلي عليه تقلبيه تشوفي واش طاب واش باقي خاصو الماء، يعني تفكري ما تنسيش. هنا عندي تقريبا غادي يستغرق ليا قريب يطيب، يعني بقات لي شي ساعة تقريبا هكاك ويطيب. وتقلبيه عاوتاني للجهة الأخرى وتعاودي تسقيه. هنا حليت عليه مرة أخرى لقيتو طاب، صافي قرص اللحم لقيتو طاب، صافي غادي نعاود نسقيه بهذه الطريقة ونخليه عريان ما نغطيش وندخلو يتحمر. هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، الكتف مشوي في الفرن بالطيبة ديال الكمون والثومة، حطيته على فراش ديال الخس، زينته بشوية ديال البطاطا مسلوقة، صوطي بشوية ديال زيت الزيتون والملحة والكمون والثومة والربيع، دوائر ديال الخس ودوائر عفوا ديال الخيار ومطيشة وشوية البروكلي مبخر. كنتمنى يعجبكم وبالصحة والراحة.